وللمزيد من المعلومات والتحليل، إذا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. أستاذ عبد اللطيف، في البداية نريد المزيد من التفاصيل عن هذه الجلسة، وخاصة أنا أتحدث عن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024 و2030. يعني عايز أقول لحضرتك أن هذه الوثيقة يعني هي لا تمثل الحكومة فقط، ولكن لا تمثل حتى المجتمع المصري. ولذلك هنجد ان لو حضرتك شفتي نص هذه الوثيقة هتجدي انها ربما تبدو مثل الثينك تانك، مجموعة مفكرين بيجتمعوا بيقعدوا يناقشوا كافة الامور سواء الاقتصادية او الاجتماعية او خلافه، وبالتالي هذه الوثيقة بينتج عنها مجموعة من القرارات أو التوصيات وليست القرارات. هنجد أن الوثيقة مثلا يعني مدتها 6 سنوات من 24 لسنة 2030، اجتمع يعني مجموعة كبيرة جدا من الخبراء في الاقتصاد لوضع خارطة طريق فيما يتعلق في الأداء الاقتصادي، مقترحات الخاصة مثلا بدافع النمو الاقتصادي بعجلة الاستثمارات وخلافه. استندت هذه الوثيقة على مجموعة من المؤشرات، يعني لازم علشان حضرتك تحطي خطة مستقبلية لازم يبقى في سنة أساس أو فترة زمنية يتم البناء عليها. يتم البناء عليها. ولذلك هنجد أن الوثيقة مثلا على سبيل المثال اعتمدت وقالت والله إحنا أثناء أزمة كورونا وأثناء حققنا معدل نمو 6.6%، وكذلك في الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن اشتدت الأزمات الاقتصادية في العالم، اشتدت التوترات في العالم، وبالتالي أصبح أمام الدول إن هي يعني أولا المزيد من جذب الاستثمارات، ثانيا المستثمرين ورؤوس الأموال والمؤسسات المالية الكبرى دائما ما تبحث عن الملاذات الآمنة، الآمنة بمعنى إن البلد مستقر البلد مستقر، عندك مجموعة من المؤشرات فيما يتعلق بدوينج بيزنس اللي بيصدرها البنك الدولي، بتقول من ضمن هذه المؤشرات توفر الطاقة، الطرق، يعني كافة المرافق الأساسية، إجراءات منح التراخيص، ثانيا التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. طيب خلينا حتى نكون أكثر تفصيلا، نتحدث عن أنه من المفترض أن يكون هناك دراسة لكيفية زيادة فرص الاستثمار، في أي المجالات تحديدا نتحدث، وخاصة أن أيضا من ضمن ما جاء في هذه الوثيقة هي دراسة الوظائف التي ستنشأ في المستقبل، أي الوظائف التي نتحدث عنها؟ لا شوفي حضرتك، الاستثمار لم يعد زي ما كما كان في الحقب السابقة استثمار مثلا في مجال واحد أو في قطاع واحد، لا استهدفي استثمارات في كافة المجالات، سواء كانت الطاقة، سواء كان البنية الأساسية، سواء كانت المرافق الأساسية وخلافه، أو قطاع التعليم والصحة والنقل والبترول، كل دي أصبح يعني زمان ما كنتيش حضرتك تسمعي عن الاستثمار في مجال أو السماح للقطاع الخاص مثلا للعمل بحرية في مجال التعليم والصحة. دلوقتي أصبح هناك فرص كبيرة طرحتها الحكومة أمام القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية أو الاستثمارات فيما يتعلق مثلا بقطاع الصحة، قطاع الأدوية، بقطاع التعليم، سواء بدءا من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي. حضرتك لو بتشوفي مثلا الآن اختلفت أيضا هذه الأوضاع، كان أول عندك مثلا على مستوى الجمهورية 10 جامعات أو 20 جامعة، دلوقتي أصبح في كل محافظة جامعة، ده بالإضافة إلى جامعات خاصة.
الاستثمار لم يعد. حضرتك بتتحدث عن أن هذه المجالات كون أن القطاع الخاص يدخل فيها إذن وكأنها بمثابة أيضا فرص عمل مختلفة جديدة لها طبيعة مختلفة بالنسبة للمستثمرين. ده طبعا ليه بقى؟ لأن أنا عايز أقول لحضرتك كان زمان في العقود السابقة دايما القطاع الخاص أولا يا إما غير مسموح لي بالعمل في هذه القطاعات أو إنه يخشى من المنافسة غير العادلة مثلا مع القطاع الحكومي. فأصبح الآن الحكومة تعهدت بالشفافية. ثانيا لو حضرتك طبعا أكيد متابعة كل الإجراءات الحكومية هنجد أن الحكومة قامت بإلغاء كافة المنح والمزايا والامتيازات التي كانت تمنح للقطاع الحكومي أو للشركات الحكومية. فأصبح هناك حتى تكون المنافسة متساوية عادلة عادلة. وبالتالي ده يشجع المستثمرين من القطاع الخاص اللي هم سواء المستثمرين الجدد أو القادمين من الخارج. ده واحد. الحاجة الثانية يشجع أيضا الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر العاملة الآن في مصر على أن هي بتزود استثماراتها أو بتتوسع في قيمة هذه الاستثمارات. لم يعد همها مثلا أن هي تأخذ وتحول أرباحها على الخارج، لا، هي بتجد طالما أن هناك فرص استثمارية فبتعمل extensions، بتعمل زيادة في رأس المال، بتعمل زيادة في الاستثمارات. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، أن كل هذه يعني لو خدنا قطاع واحد مثلا على سبيل المثال زي قطاع البناء والتشييد 90% أو ربما أقل قليلا من العاملين في هذا القطاع، الشركات العاملة أو المستثمرة في هذا القطاع معظمها قطاع خاص. وده معناه هذا القطاع فقط يقوم عليه أكثر من 75 صناعة، يعني أنت بتحتاجيهم أثناء عمليات التشييد. ثالثا إن بيستطيع أن يجتذب أكبر قدر من العمالة، فالعمالة الموسمية تتحول إلى عمالة شبه دائمة في هذه الشركات إذا يعني إذا جاز اللفظ، وبالتالي بتحدي من معدلات البطالة. ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال في الفترات التي تنشط فيها هذه القطاعات الاستثمارات الخاصة وخلافه دايما عادة ما تلاقي أن هناك انخفاض في معدلات البطالة. نعم، وضحت الفكرة. أستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك.